شوفوا شوفوا على هاللحمة، الله شوفوا قديش فارطش. ونقول بسم الله. مع السلامة يا حبيباتي، بنشوفكم بعد ساعة. ونقول بسم الله يا كريم. يا أهلين وسهلين بنور العين، والله يجعله رمضان مبارك على الجميع. أنا بعرف أنه هاي الحلقة عم صورها أنا قبل رمضان بـ30 يوم، يعني كل شيء رح تشوفوه برمضان رح يكون هذا كل التصوير قبل رمضان. فالله يبلغنا رمضان وتنزل هاي الحلقة بخير وسلام بإذن الله تعالى. وأنا صراحة سويت استفتاء شعبي بسيط على الستوري، سألت شو أكتر شيء بتاكلوه أول سحور لرمضان. أكترية الناس قالت لي رز ولحم أو رز ودجاج. فأنا اليوم رح أعمل لكم الكبسة. ليش؟ لأنه الكبسة يا مرحوم البي هي فيها نشويات عالية، خصوصا الرز واللحم فيه بروتينات عالية، والدسم اللي هو الدهن بقى بيملي البطن لتاني يوم، خصوصا أنه أول يوم رمضان رح يكون يوم صعب على الكل، لأنه أول يوم أكيد يعني شيء طبيعي. بقى بدنا شيء هيك يسند بالمعدة لتاني يوم عشان نحسن نكمل هاليوم بخير وسلام بإذن الله تعالى. بقى اليوم أنا حبيت أعمل لكم كبسة سهلة بسيطة خفيفة سهلة، ما في منا بالمرة، يعني أسهل من هيك ما في. بتسووا وقت السحور وبتاكلوه واضرب يا معلم عشان تاني يوم الفطور ان شاء الله هيك تسند معكم لتاني يوم. طبعا باذن الله تعالى رح يكون في 30 وصفة كاملين برمضان، يعني 30 يوم كل يوم رح ينزل وصفة باذن الله، مشكل ملون المالح الحلو الحامض اللي بدكم اياه. عملت لكم هيك تشكيلة حلوة ان شاء الله تنال اعجابكم، مو مشان شيء عشان ما تقعدوا تتوتروا وقت رمضان وما تعرفوا شو تسووا. هاي كل يوم عم بظبط لكم الفطور. ان شاء الله ما نطول عليكم السيرة، رح ندخل بالمفيد. اول شيء انا عندي هون كيلين لحمة مثل ما انتم شايفين مقطعهم بعظمهم بهالحجم، شايفين. الشغلة الثانية اني رح استخدم طنجرة الضغط الكهربائية. معروف عني انا كل ما اساوي اكلة كبسة لازم طنجرة الضغط، اسرع للوقت. اذا ما عندكم طنجرة الضغط بامكانكم تسووها بالطنجرة العادية، بس بدها تاخذ وقت اكثر بشوي. وهلا يا غوالي اول شيء بنحط معلقة سمنة كبيرة حيواني، وبامكانكم تحطوا السمن النباتي او بامكانكم تضيفوا الزيت النباتي، هذا بيرجع على حسب الاختيار، لكن السمن الحيواني بتعطيه النكهة الصح وما بيكون مهدرج، يعني بنعرف انه طبيعية 100%. وهلا مثل ما انتم شايفين يا غوالي صار اول شيء من نزله هو البهارات الصحيحة. مثل ما انتم شايفين انا عندي هون هيل، وعندي كمان كزبرة يابسة، وعندي ورقتين غار، وعندي عود قرفة، وشوية قرنفل، واخر شيء عندي الفلفل الحب. تضيفهم كلهم هيك وبحمصهم سوا بالسمنة. وهلا مثل ما انتم شايفين يا غوالي بنحط حبتين من الميستيكا لانه بتعطيهم طعمه خرافيه، ومو مشان شيء مشان صحه الاكله. وهلا صار الوقت ننزل بصل مفرومه ناعم مشان نكشن البصل. هي هي الكشنه. الله الله الله، انا بس شمها الريحه بعرف انه الكبسه رح تطلع شيء خرافيه على الاخر. مو خرافيه، اسطوريه انتم الساديين. وهلا يا غوالي بس دبلوا البصلات، بنجيب اللحمه اللي عليها اللية. مثل ما انتم شايفين اي لحمه عليها دهنه من هون هيك بنحطها وبننزل الدهنه هيك خليها تنلدع، بدنا نلدع كل شيء لحمه عنا. شايفين يا غوالي يعني اللية من هون بسرعه بنحطها هيك على النار. وهلا يا غوالي بتمسكوا لي اللحمه هيك، اذا لقيتوها اخذ لون مثل هاد معناتها هلا بتبداوا بالتقليب. بنقلبهم مع بعض كتير منيح. وهلا يا غوالي بناخذ فص ثوم وشويه زنجبيل مفرومين ناعم وبنحطهم عليهم وبنقليهم معهم. وهلا يا غوالي بس طلعت ريحه الثوم بنضيف عليهم المي السخنه وبنغمرهم غمر فيها مشان تستوي اللحمه وتكون امورها باللوز. لازم ما نملح هلا، بنملح احنا اخر 10 دقائق يعني بعد ما تستوي اللحمه نفك عليها، بس وقت نضيف الرز بنضيف عليها الملح. طبعا اللحمة بتستحمل من 50 دقيقة لساعة، من على حسب نوعية اللحمة اللي انتوا عم تستخدموها. بنفس الوقت الطنجرة العادية بتاخد ساعتين، مشان هيك انا استخدمت الضغط بتاخد ساعة واحدة بس. مع السلامة يا حبيباتي، بنشوفكم بعد ساعة. وهلأ يا غوالي بعد مرور ساعة كاملة عليهم هلأ صار الوقت عشان نفتحها. بسم الله يا كريم. وهلا يا غوالي بسم الله يا كريم بنفتح هيك. شوفوا شوفوا على هالمنظر، الله الله، الريحه لحالها بتحكي كل شيء. وهلا يا غوالي بس تاكدنا ان اللحمه استوت 100% وامورها باللوز هلا بنبدا بنملح. وهلا يا غوالي بننزل عليهم الرز. طبعا الرز ما له منقوع بالمره، بس مغسول شغله 3-4 مرات عشان نقيم النشا منه. بس طلعت المي صافيه هلا بننزله عليه بالتمام مثل هيك. شوفوا. وهلا بنوزع الرز بهذا الشكل، بس تحريكه خفيف، ما تحركوا كثير الرز، تحرك كثير هذا يعني بيتكسر الرز، لازم هيك تحريك خفيف عشان يطلع معكم حبات نثريه كامله. المعادله بسيطه يا غوالي، اذا الرز كان منقوع تمام بده عيار وربع مي عشان يطلع معكم بيرفكت، بس بما اني انا ماني ناقه بالمره بس غاسله غسل
هذا بدل انه بده بس عيار ونص. وهلا بنترك الرز يغلي لحتى تتنشف ميته شوي ويطلع عنا بيت النحل. مثل ما بتعرفوا عني انه محسوبكم بحب الدسامه كتير، بقى عشان هيك انا تركت المرقة اللحم مثل ما هي، شوفوا هيك الدسم فيها، انا تركتها مثل ما هي. اما في حال انتم بتحبوا تخففوا الدسم شوي، قيموا نص المرأة وبعدين ضيفوا الباقي مي. وهذا هو يا غوالي اللي بنسميه بيت النحل، وتطلع عنا هاي الفقاقيع هيك يعني صار عنا بيت النحل بالرز. ونصيحة أخوية، حطوا لكم شوية زبدة على الوش، وهيك شوية بصل مكشان بنحطهم على الوش، وبنحط لهم شوية زبيب من عند عمك أبو نجيب، وشوية فليفلة ملونة حدة أو مو حدة ما فرقت. وبس كوننا هالمنظر الجميل، هلأ منسكر عليها ومنعيرها 12 دقيقة بالضبط. بالمناسبة اكتبوا لي انتم من وين بالتعليقات، واكتبوا شو بتتسحروا اول يوم رمضان ببلدكم. وهلأ بعد ما مرت 12 دقيقة على الرز، هلأ منفك عليها. وهلأ يا غوالي خلينا نفتح الرزات ونشوف على هالمنظر. بسم الله ما شاء الله، اطلعوا على هالمنظر، بسم الله ما شاء الله. وهلأ يا غوالي كل شي حباشات حطيناها على الوش من لمة. وهلا يا غوالي صار وقت نسكب، هلا بامكانكم تسكبوها سكب، بس انا اللي حقلبها قلب. بسم الله يا كريم، نمسكها هيك وبنقول بسم الله. وهلا بنرفع على العروس، شوفوا بسم الله ما شاء الله. اوعك حدا ينزل لي على الكومنتات ويقول هي احترقت ولا شيء، لانه هي الحكاكه، واذا ما بتعرف شو هي الحكاكه معناتها لا تفقه شيء. وهلا بنفتحها هيك، شوف الله الله الله، الريحه دمار شامل. وشوفوا لي على هالرزات، هذا هو الرز النثري. بعد ما زبطناها ورستقناها انا ما عاد فيني استنى، تعالوا اورجيكم اياها. شوفوا شوفوا على هاللحمه، الله شوفوا قديش فارطش. طلع طلع على هالمنظر، بنحطها هون مع الرز هيك ونقول بسم الله يا كريم. شايفين على هالحكاكه يا غوالي، هي اصل الشغل، بنحطها هيك وبنحط جواتها اللحمه مع عصره ليمون هيك. الله هي فيها القرمشه كلها، بسم الله يا كريم، مثل الخبزه. هلا بناخذ شقفة فليفلة مثل هي يا غوالي، مع شقفة لحمة طرية مدهنة، ومع شوية رز، وبنقول بسم الله يا كريم. أكلة خارقة أسطورية من الآخر، لازم تجربوها كأول سحور، وخبروني رح تدعولي تاني يوم برمضان. وبهيك وصلنا نهاية فيديو اليوم يا غوالي، روحوا جربوها وتسحروا، وإن شاء الله بكرة وأول يوم رمضان تدعولي عليها، والله يجعله صيام مقبول يا رب. وهلا ضبطوا لنا الامور الفيديو، في امان الله من اللايك والشير والسبسكرايب.